كثير ما يحصل بين الأخوان عندما يتخلف شخص عن الآخر في الوعد أو بدون قصد، نقول عليك حق، يعني عليك عشاء أو... نعم، هذه في الحقيقة هو العوبة اتخذها الشباب الآن، لأنهم لا يريدون إذا أخلف الوعد مثلا أو أخطأ في الكلمة لا يريدون بذلك عقوبته، يعني تعزيره لإخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن تركها أولى لئلا تتخذ العقوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطئ في كلمة أو يخلف وعد، وإخلاف الوعد كما تعرف من النفاق إلا لضرورة، لا يجبر، لا يلزم. إذا قال عليك حق يقول من أوجبه عليك؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، أبد يترك ولا يقوم بهذا الحق. يعني الأفضل أن لا يفي بالحق، الأفضل أن لا يفي بالحق. نعم شيخ، قصدي بالحق الذي يقولون أنه حق، ولا هو الظاهر الباطل أقرب.